وللحضور دقائق كنت أتمنى أن تزيد، إلا أن الإخوة المنظمين أصروا أن تكون 10 دقائق. فمن كان لديه استفسار أو رأي فليتفضل، مع التأكيد على أن البحوث إن شاء الله ستكون نسخ منها موجودة لدى المدرسة، بالتأكيد الأوراق التي كتبت ما شاء الله وبحوث كثيرة طويلة، ما عرض مختصر لها، ومدرسة تربوية بطلابها وبمن يرتادها إن شاء الله ستستفيد من هذه البحوث. تفضلوا. أتمنى من الإخوة الباحثين رصد الأسئلة كلهم فيما يخصه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا نتقدم بجزيل الشكر لإدارة المدرسة ومعلميها على تنظيم هذه الندوة القيمة، والشكر أيضا موصول لمقدمي الأوراق ولمقدم الندوة. سؤالي موجه للشيخ خلفان، هل منهج الشيخ أبي المؤثر في الفتية كان يعني الإطالة، يعني ينحو نحو الإطالة، أم كان ينحو نحو الاقتصار أو الاختصار؟ وأيضا هل الشيخ في المسائل يعني يسرد الدليل تدعيما لرأيه، أم يقتصر فقط على الإجابة المباشرة يعني مراعاة لعوام الناس؟ أيضا سؤال آخر، ما أعرف للشيخ خلفان أو الدكتور محمد أو الأستاذ، ما هو منهج الشيخ في فتنة عزل الإمام السلط، ويعني البراءة أو الولاية أو الوقوف؟ وأيضا لماذا المشهد السياسي تصدره الشيخ موسى بن موسى، ولم يتصدره الشيخ في ذلك الفترة؟ شكرا. غير سؤال آخر، هاتوا الأسئلة كلها عشان ما نغامض في ال10 دقائق يعني اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. لا أطيل كثيرا بخصوص هذا السؤال للأستاذ أو الدكتور خلفان. المسائل الفقهية الخلافية التي أثارها الشيخ أبي المؤثر والتي ذكرها الأستاذ خلفان البوسعيدي في بحثه، هل بحثت أو نوقشت يعني أو أخذت لاحقا عند العلماء الإباضية؟ في حين مثلا لاحظنا أن الإمام نور الدين السالمي لاحظنا الإمام نور الدين السالمي في بعض هذه المسائل يخالف الشيخ أبي المؤثر. السؤال الآخر، لاحظنا أن الشيخ أبي المؤثر أيضا هو رائد للمدرسة الرستاقية، مع أن الشيخ أبي سعيد الكدمي هو رائد للمدرسة النزوانية. لماذا يا ترى يعني ذهب الشيخ أبي المؤثر إلى رستاق، مع أنه هو يعني من بهلة وانتقل لاحقا إلى نزوة؟ ترى يعني ما هي الشيء الذي أثر في معالم شخصية أبي المؤثر حتى ينتقل إلى يكون من مؤيدي المدرسة الرستاقية؟ الملاحظ أيضا أن الشيخ أبي المؤثر قد أثار بعض الآراء ضد الخليفة عثمان أو الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لاحقا ماذا كان رد العلماء من المذهب الإباضي حول هذه الأقوال أو هذه الآراء التي أثارها الشيخ أبي المؤثر؟ أحسنت، جزاكم الله خير. ترى هم هنا واقفين، يمكن حد من هناك مناسب. يا معشر الشباب، أينما ثار في رؤوسكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر الجزيل لإدارة المدرسة والمنظمين. سؤال موجه للشيخ خلفان، فتاوي الشيخ أبو المؤثر هل يمكن يؤخذ بها في عهدنا هذا؟ وهل هي تخالف فتاوى الشيخ الخليلي؟ جزاك الله خير، شكرا. شكرا جزيلا. طبعا هنا عدد من الأسئلة، صحيح ذكر الشيخ خلفان وهم يطمعون في أسلوبه وأسلوب الإخوة الآخرين، إلا أن الأمر متشابك بين الجميع، فمن كان له قول فيه فليتفضل أيضا.
نبدأ مع الشيخ خلفان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرى الشيخ الإمام أبا المؤثر رحمه الله تعالى يقرن المسألة بالدليل، فهو عندما ذكر أن جنة الخلد لم تخلق وإنما سيخلقها الله سبحانه وتعالى بعد فناء هذا الكون، استدل بأدلة قطعية من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه وتعالى الآية أعدت للمتقين، وأيضا المسألة التي ذكرتها بالنسبة التي ذكرها الأستاذ سالم الخميسي، هل يمكن أن يؤخذ بها؟ نعم، هذه المسألة يعني مسائل الشيخ مبسوطة في كتب الفقه، وأخذ بها كثير من علمائنا، بل تعمقوا ودرسوها دراسة معمقة. أنا ذكرت عن الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى أنه أخذ بهذه المسألة، وقيل من أصبح ذا جنابة أصبح والإفطار قد أصابه، وإن يكن لرأسه قد غسل وفرجه أجزاه أن لا يبدل. هذه المسألة موجودة متوفرة في كثير من كتب يعني التي طبعت. ومنهج الشيخ دائما لا يطيل، وإنما يقتصر على ما يفيد السامع، فهو منهج وسط، والإطالة لا فائدة فيها. فمن تتبع مسائل الشيخ نجده أنه يعني يسرد المسألة في تأني وبصيرة وروية، ومن غير تطويل ولا ملل لسائله. هل نوقشت هذه المسائل؟ نعم، هذه المسائل كما قلت من قبل، من تعمق في الفقه سيجد كل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ أو التي أثرت عن الشيخ أبي المؤثر، لا سيما في كتاب الكوكب الدري، فقد نقل أكثر من 300 مسألة عن الشيخ أبي المؤثر رحمه الله تعالى. هذا كتاب واحد فقط، ناهيكم بموسوعات كتاب بيان الشرع وقاموس الشريعة والمصنف وغيرها من كتب الفقه. هذا هو الشيخ أبو المؤثر بفكره النير وبآرائه السديدة وبعقله الرزين، دائما يحرص كل الحرص على إفادة سامعه وإفادة من يسأله في يعني عبارة وجيزة مفيدة. هكذا. هناك سؤالين أيضا أو سؤالان. الأول، ربما الدكتور محمد يرجع إليه أو يرجع إليه في قضية، إذا كان الشيخ أبو المؤثر من بهلة فلماذا ذهب إلى الرستاق؟ بالنسبة لتقسيم المدارس ما بين الرستاقية ونزوانية، ليس على أساس جغرافي أبدا، وإنما على أساس فكري وعلمي، بمعنى على أنه إذا كان الشخص يعني هو من نزوة لكن ربما تكون له آراء متفقة مع المدرسة الرستاقية، فإنه ينتمي إلى المدرسة الرستاقية رغم أنه من نزوة أو من بهلة، والعكس صحيح. فتقسيم هاتين المدرستين ليس على أساس جغرافي أبدا، إنما على أساس علمي وفكري. كان أعتقد في سؤال بالنسبة لتصدر موسى بن موسى للمشهد السياسي في تلك الفترة، طبعا بحكم أنه كان بمثابة رئيس العلماء آنذاك، ومثل ما ذكرت في الورقة على أن موسى بن موسى هي الشخصية المؤثرة التي أدت في النهاية إلى عزل الإمام السلط بن مالك، وكان من أكثر الشخصيات التي وقفت ضد هذا التوجه هو الشيخ أبو المؤثر، لكنه للأسف كل هذه الأمور أدت في النهاية إلى عزل الإمام السلط الذي توفي بعد سنتين من عزله. يمكن لدى الدكتور سالم بعض الإجابة على بعض التساؤلات. طبعا إضافة إلى ما قاله زميل الدكتور، المدرسة الرستاقية أو المدرسة النزوية أحيانا كانت تقوم الإمامة في نزوة لكن تقيمها المدرسة الرستاقية لاحقا، وأحيانا تقوم الإمامة في الرستاق ويقيمها أصحاب المدرسة النزوية.
يعني الأمر ليس مرتبط بالجغرافيا، إنه مرتبط بالاسم، اسم المدرسة ذاته. فأحيانا أهل الرستاق أو علماء الرستاق أنفسهم ينتمون إلى المدرسة النزوية، وعلماء نزوة ينتمون إلى المدرسة الرستاقية. هذا أمر أول أحببت الإشارة إليه. أمر آخر، طبعا حكم موسى بن موسى لماذا وضع هو هناك في عمان بمثابة أمر تعرف عليه العمانيين، تعرف عليه العمانيون، هو إذا كان الإمام من اليمانية يكون قاضي القضاء من النزوة من النزارية، وإذا كان الإمام من النزارية يكون العكس. هذا أمر تعرف عليه العمانيين لحضور الجانبين، لمراعاة الجانب القبلي أو الاجتماعي، ونحن لاحظنا ذلك المراعاة أو تلك المراعاة أيضا في حضور الشيخ أبو المؤثر، الشيخ أبو المؤثر في مبايعة الأئمة رغم صغر سني، مراعاة لحضور الجانب اليماني في المبايعة. التشدد عند الشيخ الملاحظ، طبعا من يقرأ كل كتب الشيخ أو الانتاج هناك تشدد، تشدد كبير جدا، خاصة في مسألة الولاية والبراءة. مسألة مثلا رأينا في عثمان وعلي، نحن نقول في عثمان وعلي هو ذكر هكذا أنهم وقعوا في أعمال يعني يمكن أن نطلق عليها أنها كفر، ويمكن أن نقول أن هذا رأي شخصي أولا للشيخ أبو المؤثر. الأمر الثاني الذي يمكن أن نرد، يمكن أن يقصد كفر نعمة وليس كفر شرك، وكفر النعمة يعني وقع في معصية من المعاصي. الظرف أيضا أمر ثالث، الظرف الذي كان يحكم الشيخ وهو يكتب الكتاب كان يجعله يتشدد في هذه المسألة حتى لا يبيح العمانيون لأنفسهم أو العلماء أن كل واحد بمزاجه أو يتفق عالمان فيذهبان إلى عزل إمام من الأئمة. هو يقول عزل الإمام يجب أن يكون بإجماع الناس كما كانت توليته بإجماع الناس، وليس لأن عالمين اثنين اتفقا ثم يذهب إلى عزل الإمام. فالشيخ منهجه البراءة من الذين عزلوا الإمام السلط بن مالك أو ساعدوا في عزل الإمام السلط بن مالك، وعلى رأسهم وعلى رأسهم موسى بن موسى وأتباعه. طبعا هل هناك شيء آخر؟ ذكرنا طبعا موقفه. هناك طبعا قضية بعض الناس يثيرها أيضا، قضية كتب كتاب السير والجوابات. كتاب السير والجوابات هو مجموعة سير وجوابات جمعت منذ القرن الأول والثاني الهجري لعلماء أباضية أو مشارقة أو من عمان، وجمعت في كتاب. نحن إلى اليوم بالضبط لا نعرف بالضبط من قام بجمعها، يعني هناك قد تدور بعض الشكوك في هذا الجانب. فليس كل بالتأكيد، نحن لا نجزم بأن كل ما ينسب إليه هو صحيح 100%، هذه قضية. ولكن كما قلت لكم نحن نبحث عن تبرير لما قام به الشيخ من خلال مراعاة العصر وما حدث فيه من فتنة في تلك الفترة. شكرا. الغريب في الأمر أنه ثلاثة أعمدة من هذه المدارس هم كلهم من بهلة، الإمام محمد بن بركة وأبي سعيد الكدمي وأبي المؤثر السلط بن خميس، رستاقيين ونزوانيين. احنا نتكلم على 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 الحقوق القديمة الشيخ. جزاكم الله خير. نشكر الإخوة الأعزاء الأستاذ الشيخ خلفان البوسعيدي، الدكتور محمد الشعيري والدكتور سالم البوسعيدي. نشكر الشباب الطلاب الأعزاء الحاضرون هنا أو الحاضرين هنا، كما نشكر المشايخ الكرام الذين اقتطعوا جزءا من وقتهم والأساتذة الأعزاء، ونشكر الشيخ المكرم زاهر بن عبد الله العبري على تفضله باقتطاع جزء من وقته للحضور والرعاية وإتحافنا بما لديه. نشكركم جميعا، ونأمل أن يكون الحديث عن أبي المؤثر إشعاعا ومضى في التاريخ للحياة مع جيل بعيد بزمنه
قريب بمشاعري ومشاعرنا معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.